أحسن الله إليكم. تقول السائلة سماحة الشيخ: من هو الشهيد بالمعنى الشرعي؟ بيّن أولى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة كثير، وأعظمهم وأفضلهم الشهيد في سبيل الله، المقتول في سبيل الله، ومنهم المقتول اللي يموت بالقتل، ومنهم من يموت بالطاعون، هذا أيضا شهيد، شهيد الطاعون، ومن يموت المقتول شهيد، لكن أفضلهم وأعظمهم شهيد في المعركة. نعم، صاحب الهدم شهيد، وصاحب الحرب شهيد، والمرأة تموت بسبب الولد بسبب النفاس شهيدة. نعم. هل الشهيد في سبيل الله يأكل ويشرب ويسمع؟ وهل هو حي يرزق إلى يوم القيامة كما قال الحق تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟ نعم، كما قال الله: هم أحياء عند ربهم، يعني أرواح أبدانه في التراب. أيوة. قام أرواحهم فتنقل إلى الجنة ويأكلون فيها ويشربون في الجنة كما أخبر سبحانه وتعالى. نعم.